الخوف ينقسم الى ثلاثه اقسام استراح خوف من الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد استراه الله سبحانه وتعالى لماذا يخاف من الله لانه يعظم الله ولا يعظم احد مع الله زاتوا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه ولأن الخوف عبادة لله لا تصرف لغير الله إذا الله سبحانه وتعالى نو الله ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفي لا اخفي عليه شيء زاتوا <واحد> الله سبحانه <واحد> هذا الخوف صرف لغير الله شرك أكبر كمن يخاف مثلا من أصحاب القبور من الجن ويعظمهم ويذبح لهم ويتعبد لهم I onaj koji puće ovu vrstu straha, koji su puće samo Allah, splantala, bilo, ne, bilo kome pored njega, kao što je mrtvima ili vlijama, to je veliki širk. Al qisma thani min al khauf, khauf tabi'i jibili, ja izra ulam ali al abdi, ja khauf min al losos, min qutta' al tariq, ja khauf min al nar, ja khauf min al asad. Druga vrsta, druga vrsta straha je da se boji nekoga pored Allah subhanahu ta'ala dozvoljenim strahom, kao što je da se boji vatre, da se boji lopova, da se boji oni koji pljačkaju i slično tome. A thalith min al-khauf, خوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله يقنط من رحمة الله ولا يستغفر ولا توب أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. ترى شفرة استراحة دس بو يتركم استراحهم دس ود ودقة دا قب الله سبحانه <applause> تلامي وست أي دس بو يستورينيا وانهم الله سبحانه على ردي.